درمان الطلابي درمان الطلاب بالمرج السيح في عملية سنوية تكون في انتخاب مجموعة من الطلاب يتمثل الطلاب بشكل عام عليهم مسؤوليات تتفق على عاتقهم من أوائلها وأولها اللي هي تنسيق مع إدارة المدرسة تحسين الأهداف التربوية داخل المدرسة تدريب الطلاب على عملية ديمقراطية في الانتخابات حل مشكلات الطلاب والتعرف عليها والسماع لهم وحل مشكلات بهم أي أبرز النقاط اللي البرلمان الطلابي مقرر لها إلى كل صف في عنا ممثل المجموعة هاي تنسق مع المرشد التربوي في المدرسة والعملية من خلال السنوات السابقة والسنة هاي نستكشف فيها خير أنه حقيقة بتساعدنا في حل الكثير من الأمور.